الذي كان يشغل قيد حياته العضو مصطفى أشقواق رحمه الله، والذي ستعوضه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب مجالس الجامعات الترابية سامية أكرش، التي نرحب بها في هذا المجلس ونتمنى التوفيق في مهامها الجديد. يشرفني أن أعلن عن افتتاح أشغال الدورة العادية لشهر يناير 2014. وبادئ ذي بدء يسرني باسمي الخاص ونيابة عن سائر أعضاء المجلس الإقليمي أن أعرب عن ترحيبي بكافة السيدات والسادة الحاضرين في هذا الجمع الكريم، وفي مقدمتهم السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم الذي عهدنا فيه هذا التشريف في كل مناسبة متعلقة باجتماعات المجلس. كما يسعدني أن أثمن في السادة أعضاء المجلس تلبيتهم لدعوات الحضور، وهو ما ينم عن حرصهم على إلاء الاهتمام التام انشغالات ساكنة الإقليم وقضاياهم المختلفة. كما أقدم الشكر الخالص لكل من ساهم في إشغال هذا الاجتماع الموقر من موظفين وأطورين وهذه العمالة والمجلس الإقليمي. الحضور الكريم، لطالما كانت القطاعات الاستراتيجية المتمثلة في التعليم والصحة والكهرباء والماء الصالح للشرب وشق الطرق القروية تحدد مستوى التنمية المحلية تحسن المستوى المعيشي للساكنة، ووعيا من المجلس الإقليمي بالدور الفعال الذي يلعبه تطور هذه القطاعات في الحد من الهجرة القروية واستقرار الساكنة، فقد سعى المجلس انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليه قانونا وانسجاما مع توجهات الدولة المغربية إلى العمل على توظيف جميع إمكاناته المالية بالرغم من محدوديتها للنهوض بالعالم القروي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وإننا كمجلس إقليمي إذ نثمن المجهودات الكبيرة التي تبذلها المديرية الإقليمية للتجهيز ومن خلالها الوزارة الوصية عن القطاع، نبقى جد متطلعين إلى الأفضل ومطالبين ببذل المساعي الحثيثة لتلبية الاحتياجات المعبر عنها من قبل الساكنة في العزلة عن الجماعات النائية، وذلك بتحسين ظروف ولوجها إلى الشبكة الطرقية وبالتالي إلى الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية المختلفة. دراسة مشروع الاتفاقية المتعلقة بكهرباء 10 دواوير بالإقليم والتصويت عليها. ثالثا، دراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2013 والتصويت عليه. رابعا، برمجة فائض الميزانية برسم السنة المالية ل 2013 والتصويت عليه. نضع في المجلس الإقليمي الموقر السادة الحضور السادة رؤساء المصالح، ولن اريد ان اتقدم بخالص التشكرات للمجلس الاقليمي اللي اتاح لي الفرصه لهذه النقطه المهمه اللي هي النقطه ديال الطرق بالعالم القروي وكذلك الكهرباء القرويه، وهي بطبيعه الحال كتدخل في اطار التجهيزات الاساسيه، ونحن نعلم على انه التنميه بصفه عامه الركيزه ديالها الاساسيه هي يعني الاسراع بمعالجه الموضوع ديال التجهيزات الاساسيه، لان هي الباب للدخول الى التنميه، وبالتالي الموضوع من الاهميه للمكان. بالنسبه للموضوع ديال الطرق، بغيت نقول اشنا هي المقاربه التي اعتمدت الان في يعني اخراج هذا البرنامج اللي هو كيدخل في الشطر ديالو الثالث، واللي هو بطبيعه الحال كان الشطر الاول ل 90 والشطر الثاني كاين 126، ودابا الشطر الثالث اللي فيه 405 ديال الكيلومتر، واللي بواحد الغلاف مالي واحد تقريبا 504 مليون ديال الدرهم، حوالي 50 مليار ديال السنتيم، واللي هي بطبيعه الحال يعتبر من المشاريع المهمه جدا التي ستعمل تعمل على التركيز ديال التنميه، لانه في هذا الاطار هذا يعني الدوله مشات في واحد المسائل مهمه بالنسبه للكهرباء القرويه، وصلت دابا على اقليم النظر 99.1% كما كيتبين من خلال تدخل الذي يطرح في السلم ديال توطين الكهرباء في المجال ديال الطرق، فكذلك في المجال ديال الطرق، اذا كان الشطر الاول دابا الشطر الثاني الشطر الثالث. ما هي المقاربه اللي تعتمدت؟ بحيث المقاربه انه تشكلت واحد اللجان محليه وخدمت مع الساده رؤساء الجامعات، وبينت يعني الجرد ديال جميع الطرق ديال المشاريع اللي هي كتقترحها الجامعات، وبالتالي جلسنا معاهم وكانوا واحد العدد ديال المعايير، وخرج هذا الشطر الثالث اللي فيه 500، لان بطبيعه الحال بين واحد العدد ديال 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 المعايير اللي خرجت على انه يمكن كاين بعض المرات بعض الاختلاف بعض السميات ولا بعض كذا، فيمكن الاصلاح ديالو، ولكن هذا الدار مع ساده رؤساء الجامعات وكيدو هما اللي عدوه بالموافقه ديالهم، ولكن بعد انا معنا رؤساء الجامعات اللي حاضرين معنا هما اللي عدوا هذا البرنامج، ولكن ما غاديش يكون هو وحده لانه كاين برامج اخرى
فبالتالي هذا البرنامج غيتقترح وغدالو الاعتمادات الماليه وغادي نجي ان شاء الله باش يمكن لنا ان نبرمجوه. اذا ما كاينش فيه على انه كان اختيار ديال هذه الجامعه بين هذه الجامعه ابدا، بقدر ما كان انه العامل وهو انه واحد مقاربه شموليه واندماجيه اللي كتمكن على انه الجميع الجامعات كيمكن ليها تستفاد، لانه حتى وزاره التجهيز اعتمدت غير تحط يعني المعايير ديال هذا والمعايير ديال هذا، وحتى لما صنفناه وحطيناه جنا هنايا ودرنا فيه اجتماع مع جميع الساده رؤساء الجامعات القرويه باش كانت يعني المصادقه عليه، وقلنا لهم على انه هذا ماشي معنى انه المشاريع اللي ما تقدرش بعين الاعتبار غادي نخليوها، بل انه هناك طرق اخرى ووسائل اخرى لانجاز هذا المشاريع. فاذا هذا البرنامج الاول تم الاعداد ديالو بهذه الطريقه، ونتمنى ان شاء الله انه تكون وضع الاعتمادات الماليه اللازمه باش يمكن نعملوا على الانجاز ديالو اللي غادي يوصل لنا لواحد النسبه كبيره ديال هذا. وبطبيعه الحال انه من اولويات ديالو هو ان الاستجابه ديال التدخلات في زوجات ديال الساده الاعضاء، وهو انه تمكين الساكنه بطبيعه الحال. وحنا الهدف ديالنا هو اننا يكون كل تجمع سكاني عنده واحد الطريق اللي كتوصلوا اللي يمكن له باش ما يمكنش كيبقى الاستعمار كنقول على انه يمكن للمغلب، بحيث اننا كنتمنوا ان شاء الله وهذا هو الهدف ديالنا. ولكن ما كيبقاش غير هذا البرنامج هذا، بحيث كاين هناك برامج اخرى اللي كتمشي لانه اكيد على انه العالم القروي يحتاج كما يحتاج الى تعزيز الشبكه الطرفيه، وهو اللي غادي نستمروا عليه. وهنا كنغتنم هذه الفرصه، نتمنى انا ما نفوت واحد شويه 5 دقائق، انه ما يعني غتكون وهذه مناسبه باش يمكن نبين على انه الطرق الان الطريق الرابطه ما بين احفير حتى السلوان في شطرها اللي ممتد من واد ملويه حتى السلوان، فكنظن الفتح الاضرفه تم، وفي القريب العاجل ان شاء الله غتعمل التفريق ديال التقنيه الطريق المزدوجه، يعني كتسمى الطريق السريع اللي تي دو فوا دو فوا. وحقيقه هذا شيء مهم جدا انه من ملويه حتى السلوان غادي يجعل على انه هذا كاين. كذلك المجال ديال الطرقي داخل المدينه واللي هي بطبيعه الحال حتى هي كتهم، لان كتعرف بحال مثلا الان الطريق ديال الافرا حنا كنشتغلوا عليها افيك لا روكاد، راك شفتوا المقاوله بدات، الطريق ديال سوط الوزار المقاوله بدات، كاينين طرق اخرى اللي كذلك مبرمجه اما في اطار مع مارشيكا. الاسبوع اللي فات انا كنت في اركماني، كاين واحد العدد ديال الطرق اللي كاينه مع مارشيكا. كاين كذلك السي بركان راني كنت قلتها له، وكان جا السي بن جلون ديال النظر والاستمد واشتغلنا معه، قلنا له انه كاين واحد العدد ديال الطرق اللي هي كتادي، لان الان الطريق اللي كتادي من بني نصار حتى لاروكاد ميكترينين مورونا فرخانة ثم بني شكر ثم اعزانا، فالان وجدنا له وراه السيد المدير الجهوي مشكورا وجد الدراسه ديال انه هذيك الطريق فيها جوج اقتراحات، فيها الاقتراح الاول ديال دو فو دو فوا اي طريق سريع، وفيها الاقتراح ديالي ديال 7 مترو. فبحيث الان واتفقنا مع السي بن جلون على انه كيقول لك اودي انني غادي نعمل واحد المجهود باش يمكن ان شاء الله دراسه الامكانيات، ولا دارت هذيك الطريق ستعود بالخير، خاصه وانه الان الطريق ديال الفرخانه تصوبت حتى من بنصار حتى الفرخانه، فكتبقى انه اللي كدوز من الكروشي وكتخرج على بني شكر وكتمشي للزنم، ولما لا اقترحنا عليه كذلك حتى الطريق اللي كتمشي من الطريق الاخرى اللي كتنطلق من ماريواري كتخرج كذلك حتى للعزلان باش كتنطلق الطريق ديال بني شكر والطريق اللي غادي اللي تروفورش. فكنظن هذه الامور نحن نشتغل عليها، نشتغل كذلك في اطار يعني البرامج ديال اعاده ديال التاهيل للمدينه باش يمكننا، ونشتغل كذلك الان حنا بصدد كنظن السي تبع ما كاينش اللي يخرج، كان ديك المره طرح واحد السؤال حول مشاريع ذات الاولويه المقترحه للدوله ديال الاكليم ديال الناظور، بحيث الان درنا واحد الجدوله وان في اواخر ديال هذا الشهر ديال فبراير غادي تكون عندنا البرنامج، ومن ضمنهم بطبيعه الحال هذا يعني الورش الكبير اللي هو الورش ديال الطرق، بحيث غادي نشوفوا اشنا هي الطرق اللي دارت في اطار البرنامج ديال هذا البرنامج ديال العالم القروي، وغادي يمكننا نضيفوا لواحد العدد ديال الشروط كنبحثوا، لانه كاينه اتفاقيه ديال الشراكه كاين. وبالمناسبه هذه مناسبه باش نوهوا انه الدور اللي كيقوموا به الجامعات المحليه في انجاز واحد العدد ديال الطرق، بل اكثر من ذلك هناك واحد الزاده ديال الجامعات القرويه اللي شراوا الاليات ديالهم واللي بداو كيشتغلوا بحال مثلا ولاد السدود بحال البركانيين، فواحد العدد ديال الجامعات احسانا واحد العدد ديال الجامعات اللي الان عندهم واحد الدور فيما يتعلق وكذلك المساهمه ديالهم في انجاز كيف قال السي ابركان في واحد العدد ديال المشاريع. فكنت كنأكد لكم على انه
سنستمر لان ماشي غير هاد الطرق وهذه المناسبه باش نجاوب السي بوجيده على الطريق اللي قلت لك ديال اكسان. راه جيتي عندي الطريق ديال من علاط اللي غتفرز المركز ديال اكسان فهذيك الطريق راه قلت لك على انه نحن الان بصدد قيد المعالج ديالها ماشي هي كاينه هذيك كاينه الطريق ديال الامتداد ديال سطو لازار كذلك لان حتى هي غادا تستمر. كاين واحد العدد ديال الطرق التي نشتغل عليها بطبيعه الحال ماشي غير في الامكانيات ديال البرنامج ديال العالم القروي بل انه في الامكانيات اخرى اللي متاحه لنا عن طريق المجلس الاقليمي عن طريق المجلس الجهوي عن طريق الاتفاقيات ديال الشراكه وعن طريق تعبئات وسائل اخرى. وانا كنتاكد لك انا باسمي الخاص ان هذاك الطريق تتم المعالجه ديالها كيف واحد التكبير وغتكون وماشي غير هذيك انه بالنسبه للطرق الاخرى الفائده وهو اننا ندخلوا في واحد الاطار ديال اننا نمشيو هاد 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 الطرق لان الان هاد التجهيزات طار كذلك الموضوع ديال الطريق ديال اركمان فعلا انه الطريق كان انا الطريق تسبب واحد العدد ديال الحوادث ديال السير فهذيك الطريق ان شاء الله حنا تيتي نشتغلوا عليها مع السيد المدير الجهوي ديال الجيش للنظر في الامكانيه ديال المعالجه ديالها مع مارشيكا باش يمكن. السيده طرحت واحد السؤال ديال العروي اللي طرحتي السؤال ديال العروي انا فين ما كنمشي للعروي غير البارح كنت تما واحد السيد تما عضو ديالكم ديال الجماعه كيقول لي هذيك حتى لك لحد 1 كيلومتر و700 ولا كيلومتر و800 وحيث انها داخله المدار الحضري. البارح حديت معايا السيد ديال القطب ديال العمران باش نصوبوا الطرق لان الجامع اللي دار الحمد لله الجامع من هو الجامع ديال فرقان راه مفتوح وبغينا نصوبوا واحد العدد ديال الطرقات المحيطه به باش ندخلوه ندمجوه داخل 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 يعني النسيج الحضري. وعدتو انه هذاك الطريق ان شاء الله لان داخل المدار الحضري في اطار البرنامج ديال الاعداد ديال التاهيل مع العمران اننا غادي نعملوا على الادخال ديالها وبالتالي ما كاينش الاسلوب ديال الاقصاء وبالتالي غادي نستمروا. الفائده انني باش نلخص كذلك انه قال قبيله السي ابركان النظر واسمد فعلا كاين طرق كبار اللي غادي يجيو السكه الحديديه والطريق السريع وكاين كذا ولكن كاين واحد العدد ديال الطرقات اللي غتكون صاحبو واللي كتستافد منها بني سيدال وفي عزانن وبني شيكر واللي غادي نبقاو نشتغلوا عليها. فاللي اكيد هذا واحد البرنامج اولي اللي غادي يجي ولكن هذا ما يمنعش اننا متوقفين واننا غادي نعملوا بل اننا نشتغلوا كذلك حتى داخل انا كاين واحد الجماعات حضريه اللي عندها جماعات حضريه بحال مثلا بنينصار راه كاينه جماعه حضريه ولكن باقي بالنسبه للطريق للمنطقه ديال الفرخانه والمنطقه ديال كذا باقي عندها بحال مثلا فين كاين القرموت فين كاين كوسوفو فين كاين كوروغو. اذا كذلك نشتغلوا على واحد العدد ديال 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 لي بيس ديال الطرق اللي الان التوسعه ديالهم باش. النقطه الاخرى اللي بغيت نسير لها ورشر لها السي عبر كان بغيت نقول لكم من التوصيات اللي قالتها تتوفروا على جميع الشروط وهذا شيء مهم جدا وكنظن حاليا لانه خصها تكون واحد الطريق اللي تكون ان شاء الله ماشي نعاود لنا دابا نشتغلوا لمده واحد 30 او 40 سنه ان شاء الله بحيث وهذه كانت من التوصيات المهمه ديال الان حتى في الطريق ديال العالم القروي ما بقاش نديروا ديك الطريق ديال 3 متر 4 متر باش نديروا واحد ديال 6 متر 7 متر وان شاء الله وهذا كنظن. فالفائده وهو انه سنعمل ان شاء الله على تحقيق هذه المشاريع وفي اطار الامكانيات الماليه المتاحه سنعمل على اللي خصنا وهو اننا نخلصوا راه 504 ديال الكيلومتر شيء مهم جدا وغادي نعمل. راه كاين بعض الطرق اللي هو كذلك من المحاور نعطي واحد الطريق اللي دائما كنسير لها واللي من الاهميه المكان وسرع الادخال ديالها هي الطريق اللي كتربط ما بين ابسو الحاسي بركه كتهم وكتربط حتى واحد الجامعه قرويه في اقليم ديال دريوش اللي الطول ديالها 26 كيلومتر وحقها شيء مهم وكتعبر واحد العدد ديال التجمعات السكنيه بحيث انه المعيار ديال الاولويه كان حاضر بقوه كان حاضر كذلك المعيار ديال فك العزله وكان حاضر المعيار ديال المصلحه العامه. وانا متاكد ان شاء الله مع ما هو مبرمج والمسائل الاخرى ان شاء الله اللي ستبرمج مع مارشيكا مع النظر ويست مع المجلس الجهوي مع المجلس الاقليمي في اطار الميزانيه الذاتيه للجامعات المحليه في اطار برنامج الاعاده ديال التاهيل اللي غادي نخرجوه ان شاء الله مباشره بعد ما نحطوا البرنامج فاكيد ان شاء الله انا متاكد غادي نعملوا على الاستجابه لجميع هذه المتطلبات باش ان شاء الله ننميو ايمانا منا بانه راه التجهيزات الاساسيه اللي هي الماء اللي هي الضوء اللي هي الطريق اللي هي التطهير اللي هي هذا فهذا كيجي الحمد لله باش تكون ينعكس ايجابيا على المصلحه العامه لانه هذو هما الامور اللي كنتظروهم بالفعل الساكنه وانا نعتبروا انها من اولويات ديالنا اللي نمشيو فيها دابا. وشكرا سي الرئيس. الاولى متعلقه بالبنى الشريف سي كنا هذه النقطه دائما كانت في جميع الاتفاقيات ولكن اللي بغيت نقول لك هذه مناسبه باش نوه التدخلات ديال يعني جميع الاطراف على المستوى المحلي لانه اكيد انه كتكون صعوبات ولكن الحمد لله على انه يتم التغلب عليها بواسطه صدر رؤساء الجماعات بواسطه كذلك صدر السلطه بواسطه كذلك
الحديث في المجتمع المدني، والدليل ان المكي يقول وصلنا ل 43.41، فهذا كيأكد على انه الحمد لله تم التغلب على جميع الصعوبات. اكثر من ذلك، انت السيد اللي كيدوز من الخطوط ديال الضوء كدوز له في الارض ديالو، راه كتعطيه واحد قيمه مضافه، راه بالعكس هو تا هو كذلك كيربح. ولكن كيف ما كان الحال، هذه النقطه ما عمرها كتنينا على العمل ديالنا. اكثر من ذلك، انا غنقول لك هذه ما كان عندنا مع السيد النائب ديال وزاره التربيه الوطنيه، الساعه ديال المشاريع ماشي غير خطوط غدوز، غيتبناو فوق منهم مؤسسات ثانوية تأهيلية، ثانوية إعدادية ومدارس، منهم زيون، منهم سلوان، منهم ولاد ستوت، منهم بني شكر، منهم واحد العدد ديال الهضارة حاسي بركان. ومع ذلك الحمد لله تسعة ديال المشاريع تغلبنا على ثمانية في إيجاد واحد الحل رضائي بينه وبين الناس، اللي بعض المرات كتكون حتى العتيه الثانويه 4 مرات 8000 متر وحتى 10000 متر وكذلك، والحمد لله كيتم التغلب عليها. فاعتقد ان هاد النقطه ديال لن تقف حسره عطره، لانه دائما يتم التغلب عليها. وكنظن على انه الناس حتى اللي هما كيتفهموا هاد كيساعدوني، ما تكون حتى شي صعوبه.